خلونا نرجع مرة تانية للعالمين مع فاطمة عشان تحكي لنا أكتر عن أبرز التحضيرات للفعاليات اللي جاية واللي هتكون موجودة في مهرجان العالمين الجديدة، وكمان تحكي لنا عن الحفلة. إيه الأخبار؟ هل بدأوا ولا لسه؟ مساء الخير مرة تانية عليك يا فاطمة. مساء الخير يا بسنت، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي القناة الأولى. حفل كاريوكي وتوليت، توليت هو اللي طلع الأول قبل طبعا كاريوكي وفريقهم المميز، لكن توليت برضو عمل شغل هايل جدا مع الجمهور وغنى معاهم، وكان في استقباله عدد كبير جدا من الجمهور وغنى بيسألوني عليك وأغاني ثانية كتير جدا، وكان فعلا أغاني كلها ممتعة وأغاني كلها تفاعل بيها الجمهور بشكل كبير جدا، ولسه في توافد كمان كبير من الجمهور علشان يحضر الحفل، وكل الناس لسه لحد ما تسأل لو في تاكت متاح أو لا علشان يقدروا ان هم يدخلوا يستمتعوا بحفلة كايروكي. ففي فعلا جو حلو جدا من الميوزك والاستمتاع وهوا حلو، وكمان أجواء لذيذة جدا جوه الحفلة، في أصحابنا جوه الحفلة فبيقولوا لي دايما كل الأحداث أول بأول، ففعلا كان في تفاعل كبير جدا، في تواصل كبير جدا من الشباب من التين ايجرز ومن الكبار كمان، علشان انا زي ما قلت لك ان في تاريخ كبير جدا من كايروكي وفريقهم مع الجمهور بقاله اكثر من 20 سنه، فاكيد هيبقى في اعمار مختلفه في الحفل في اليو ارينا او مسرح اليو ارينا، واحنا في انتظار كايروكي. هم لسه ما طلعوش بس كمان شويه هيطلعوا على المسرح، لان توليت خلص الفقره بتاعته وحفله والاغاني اللي كان محضرها للجمهور، فاحنا في انتظار كايروكي، فهم خلاص على وصول او تقريبا الله، في فاير ووركس كمان فوقينا، فيعني في اجواء حلوه جدا، لو الكاميرا تقدر انها تجيبها معانا برضو عشان تشوفوا الاجواء. شايفين يعني في زي باراشوت كده، وفي اجواء حلوه في سما المسرح اليو ارينا والعالمين الجديده احتفالا بكل الجمهور وحفله النهارده وكايروكي، ففعلا في اجواء سعاده وفرحه وبهجه وفاير ووركس وحاجات حلوه كتير جدا في مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين في الشتة الثانية. في زي ما انتم شايفين كل شوية في جديد وكل شوية في مفاجأة محضرها لنا طبعا إدارة المهرجان والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحنا واقفين يعني المفاجآت متتالية ومتتابعة، ووصول الجمهور كمان متتاليين ومتتابعين ومن جميع الأعمار، ففي كده يعني أحداث حلوة كتير بنعيشها لحظة بلحظة معاكم، وفي كمان فعاليات كتير لسه. مسرحية البنك ترقوها هتكون آخر عروضها بكرة على مسرح الخيمة في المنطقة الشاطئية، طبعا الرياضات المختلفة موجودة في المنطقة الشاطئية على طول اليوم وعلى مدار الأسبوع، الشاطئ المجاني موجود لكل الناس لكل الزوار بالمجان، والفعاليات كلها موجودة في المنطقة الترفيهية والشاطئية، وطبعا في أحداث كتير هتكون في الفترة اللي جاية، منها حفلة ويجز طبعا اللي احنا كلنا في انتظارها، وموجود في مهرجان العالمين فعاليات كتير جدا، اتباقات كتير سواء العربيات والسيارات والموتورز والدرجات النارية كلها موجودة وبقوة وفعاليات، ولسه في مفاجآت كتير جدا هنشوفها خلال الفترة اللي جاية وخلال الأسبوع اللي جاي، فأنا دايما هبقى معاكم وكمان علشان أنقل لكم كل حاجة لحظة بلحظة، بس النهاردة أنا بختم معاكم بالبهجة وبالسرور وبحفلة كايروكي وكل الأجواء اللي فيها يا فسانت، وبجد كنت مستمتعة جدا إن أنا أنقل معاكم كل هذه الأجواء. شكرا ليك يا فاطمة، ويعني إحنا بنتمنى لك ليلة سعيدة، أكيد لسه في باقي للحفلة، فبنتمنى إنه تقضي وقت حلو قوي، واكيد الاجواء عندك لطيفه جدا جدا، ومبسوطين ان الناس مبسوطه باغاني كايروكي اللي هي في الحقيقه بتمتعنا دايما باختلافها وبالمزيكا المختلفه اللي هم بيقدموها، واكيد اكيد هنعرف منك بعدين يعني، او اكيد الحفله لما تتعرض على القناه الاولى هنشوف الدويتو الحلو قوي اللي هيكون ما بين توليت وكايروكي.